بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الأخوة الحاضرون جميعا، أيها النخبة المميزة في فكرها وفي ثقافتها وفي علمها وفي أخلاقها وفي تعاملها، كما وعدناكم سنعيد بإذن الله أمسياتنا في هذا المنتدى. وأمسيتنا الليلة كما ذكرت لكم مع سعادة الدكتورة ملحة عبد الله، وهي عميدة المسرح العربي والمسرح السعودي، وقدمت أمسيات كثيرة في منتدانا استفدنا فيها منها يعني من تخصصها كثيرا. والحقيقة تتميز الدكتورة ملحة، تخصصها دقيق جدا، من لديه الإلمام بعلمها وتخصصها، لذلك هي تتميز وتتفرد في هذا المجال. وهي فرصة للجميع أن ينهل من علمها وينهل من تخصصها وينهل من خبراتها الطويلة الكبيرة جدا. دكتورة ملحة كاتبة في كثير من الصحف، وأهمها صحيفة الرياض في المملكة العربية السعودية، ولها أنشطة كثيرة أدبية وثقافية وعلمية، وهي قامة من قامات الوطن العربي فعلا. وبما تعني قامة الدكتورة ملحة مثال للكفاح، مثال للمثابرة، مثال للعمل الجاد. أنا تربطني بأختي الفاضلة جدا، الأخت الصادقة، الأخت الحقيقة التي نفخر بها جميعا، دكتورة ملحة تربطني بها علاقة قوية جدا. وأعرف كثير عن بدايات حياتها، ولو تحدثت لنا فعلا عن بدايات حياتها فهي مثال، ويجب على الجيل أن يقتدي. دعي أنا أطلب منها إن شاء الله في أمسية قادمة أن تتحدث لنا عن بداياتها وعن طموحها وكيف بدأت من القرية وانتقلت إلى المدينة وأصبحت مثال يحتذى به، وحددت الهدف ووصلت إلى الهدف. دكتورة ملحة حقيقة من قامات الوطن العربي التي فعلا الذي نفخر فعلا بقامة مثلها. لا أحب أن أطيل عليكم، فالدكتورة ملحة تتواجد بعد قليل وسأقدم لكم سيرة مختصرة جدا عنها. سنبدأ إن شاء الله حوارنا في هذه الليلة، راجيا من الجميع أن يرسل الأسئلة لي مباشرة، وعدم التحدث مباشرة، لأننا في هذا المنتدى الحقيقة الأمسيات ترسل إلى مدير الندوة. وللأسف الأخ يحيى الليلة عنده ظرف، لم يتمكن من الحضور معنا لظرف خاص، كذلك الأخت شاهة لم تتواجد معنا الآن، ولذلك سأقوم أنا بإدارة الحوار، وإن شاء الله أنجح في ذلك وأكون عند حسن ظنكم جميعا. وأرجو أن ترسل جميع الأسئلة لي شخصيا حتى أقدمها للدكتورة ملحة. مساء الخير أحبتي، وكل ساعة وكل أمسية وكل لقاء وأنتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وتألق كما أنتم. افتقدتكم كثيرا، لكن اعذروني كان عندي تقفيل بعض الكتب وبعض الأشياء، وعلى قول المثل من جاء ما غاب، مثل ما يقولون أهلا وسهلا بكم. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء بعد غياب، كنت معاكم متواصل على طول في الأيام أو السنة الماضية، لكن مثل ما أكدت لكم اللي غيبني عنكم كان بعض الإنجازات، وأنتم سيدين العارفين الذين مريتم بكثير من هذه التجارب. الليلة كلمني الأستاذ الفاضل المتفضل علينا كلنا بهذا الجروب وهذه النخبة وهذا التجمع وهذا الوعي، الأستاذ محمد، وكلمني على أساس أن احنا نلتقي، فقال لي ايش تتفضل؟ قلت له والله حصيرة العلم واسعة، اختاروا نتناقش ونتحدث، ولكن وقع اختياره على نتكلم في نظرية البعد الخامس،
ثم ننطلق إلى ما شئتم من أسئلة. البعد الخامس هي كان في أول ما أسستها كان اسمها نحو التنظير، إلى أن اعتمدتها جامعة بيركلي الأمريكية وكرمتني عليها الأمم المتحدة بالدكتوراه الفخرية. وكان هذا بدأت فيها عام 2000 أو 2002 في مشروعي هذا. ولكن للأسف يعني إحنا كعرب ما ننظر لأمجادنا، لازم ننظر للي مستوفد أو الوافد أو ما وراء الأفق، وبين أيدينا أشياء وأشياء كثيرة هي التي استمديت منها هذه النظرية، أو كانت في الأول مجرد بحث. لو نظرنا للعنوان لماذا البعد الخامس، إيش يعني البعد الخامس؟ طبعا كلنا وكلكم أساتذة جامعات وتفهمون أكثر مني بأن الأبعاد الأول والثاني والثالث والرابع، الرابع هو الإيقاع، والثالث اللي هو النحت أو العمق، والثاني المسطح، والأول هو ما فيه في الفن التشكيلي شيء اسمه البعد الأول، لأن النقطة نفسها تحتوي على بعدين. وكنت في أولى دراما حينما ذكر أستاذي الكبير في الفن التشكيلي الدكتور جمال قطبي، يمكن كلكم تعرفونه، هو قامة كبيرة عالمية، وقال إنه فيه البعد الخامس موجود في الخط العربي وفي الوجدان. ونقل لي هذا الكلمة في المدرج، قال إنه هيربرت ريت قال هذا الكلام. فأنا دونت هذه الملحوظة وأنا في أولى دراما، وصرت أبحث عن البعد الخامس وكيف يوجد في الخط العربي وفي الوجدانية، في العقيدة والوجدان والخط العربي، هذه الثلاثة، المثلث هذا هو يحتوي على البعد الخامس. من 4 سنين الدراسة، على تخرجت أنا 91 92 إلى عام 2000، وأنا أبحث في الكتب وأقرأ كل الأشياء لأني أريد أن أجد الفن البعد الخامس في المسرح. وكانت مشكلتي أنه إن إحنا نخلق متعة في التلقي في المسرح، لأنه في دراستنا الأكاديمية نعرف أن العرب لا يستمتعون بالمسرح لأنه مسرح وافد، يعني ما في مسرح عربي بمعنى الكلمة، هذا فن مستوفد وكلنا نقر ذلك، إلا فيما عدا الطقوس أو الألعاب الشعبية اللي اسمها يطلق عليها يعني ألعاب شعبية أو تراث عربي، وفيها بدايات الطقوس اللي ممكن تفيد المسرح، لكن لا يوجد مسرح عربي. ومن هنا كنت كتبت مسرحية أم الفاس، أخذت جوائز كثيرة، لكن هي محيرة الناس، يعني هي نص بسيط جدا، شخصيات بسيطة تعتمد على الطقوس والألعاب الشعبية وتاخذ جوائز وبسط الناس. وفي انا كتبت جوكاستا، عباره عن نص كلاسيك اللي هو اوديب، مسرحيه اوديب او اسطوره اوديب اللي كتبها سينيكا وكتبها يوربيدس وكتبها، ولم تحظى بالنجاح اللي حققته ام الفاس اللي هي 60 صفحه بشخص 4 5 شخصيات. وكان هذا التساؤل وهذه الحيره اللي حيرتني، حيره المسرحيين، ان احنا نبغى احنا يا عرب كيف نستمتع بالمسرح، ان المسرح الغربي قد نكون نستفيد منه ونحضره لكن ما نحبه. وبدأت من هنا رحلتي في البحث عن البعد الخامس في المسرح، وما راح أطول عليكم في آليات البحث أو في حيثيات البحث لأنها طويلة جدا، لكني في الآخر انتهيت إلى لنقادني في الأول في بعد بحث في علم النفس، وبعد بحث مع في الآخر أطباء نفسيين من أجل أن أبحث على منطقة الوجدان والإحساس. ثم وصلنا في الآخر إلى أنه الإحساس أولا ثم الانزلاق للوجدان. وظهرت لي مشكلة أن إحنا لازم يحصل ما يسمى في علم النفس بالانزلاق الوجداني، هذا مصطلح،
يعضدوا ما يسمى بالتسرب الانفعالي. هذا التسرب الانفعالي من الانزلاق الوجداني إذا تمكن من منطقة الوجدان حصل نوع من النشوة اللي سببها يا سعادة يا كدر، يعني حتى الكدر يحصل بعدين نشوة اللي هو تراجيديا أو التوتر. وفي الآخر أنا بعد ما وصلت للوجدان صرت أدور فين الوجدان. طيب هذا الوجدان ما هو القلب؟ القلب هذا مكان عضلة ضخ الدم، يعني ما هي مكان يقدر يحب ويكره. هذا نظرية خاطئة. وفي الآخر بعد وصول مع الدكتور عادل صادق والدكتور أحمد أبو العزايم وجمعية اللي هو رئيس جمعية الأطباء النفسيين العالميين، كانت رحلة مع هذا مع تشريح المخ في الآخر، لأن وجدت إن الوجدان في المخ. فمنطقة الإحساس والوجدان والدنيا كلها والحب والكره والسعادة والشقاء كلها في فص في المخ، هم يسمونه الأميجدالة اللي هو عندنا الوجدان. ولو انتوا كتبتوا الأميجدالة على الإنترنت تلاقونه زي حباية الجوز الهند، جوز الطيب عفوا، حباية جوز الطيب هذه قدرها مغلفة بغلالات عصبية تتصل كلها بالحواس الخمس. هذه اللي كانوا الأطباء النفسيين يعتمدون في العلاج عليها المدمنين المخدرات وما إلى ذلك. كيف نسحب هذه الأشياء على المسرح؟ يعني نبغى نخلي النشوة في المسرح تعمل عمل، هذا العمل الكيميائي اللي يخلي الواحد دايما سعيد. وكمان في الرواية في القصة تتوسع المسألة بعدين إلى كل صنوف التلقي. وحينما تستقبل هذه الغلالات العصبية والشبكة العصبية من خلال الحواس الخمس توصل للأميجدالة، الأميجدالة هذه تفرز مادة الدوبامين وتخلي الواحد سعيد وفرحان، يا إما زعلان، يعني الاثنين، يا تفرز لذة أو تفرز كدر. وفي الآخر وصلت إلى إنه لابد إن إحنا نوظف الحواس الخمس عن طريق استخدام العقيدة مع الإحساس والوجدان اللي هي الحس المرهف مع إثارة الخيال. إذا هذه الأشياء الثلاثة توافقت في العمل سواء كان مسرح أو حتى رواية أو كذا، يسبب للإنسان نوع من الجذب ومن الانتشاء ومن المتعة. وهذا بيحصل من طريق اللي هو وظائف المخ، يعني كلها كيمياء. يعني احنا نقدر نغير العالم بالإعلام، وهو تغير العالم بالإعلام فعلا، لكن العالم كله فهم وفقه مدى خطورة الإعلام وبدأ يلعب في الكيمياء العالمية والعربية بالإعلام وحين ما ندري. إذا في الآخر إنه البعد الخامس هو الاتكاء على الخيال، إثارة الخيال. ولذلك لو شفتوا فيلم الخواتم ولا شفتوا هذه الأفلام الأمريكية كلها اللي تنشط شيء من التوتر الرهيب مع الإفراط في الخيال، هذه تعمل المتعة. أيضا في المسرح إن إحنا هذا الإبهار العالمي اللي إحنا نشوفه، ونلاقي العالم العربي صار يحجم عن المسرح العربي. ليه؟ لأنه ما صار فيه هذا الليزر والخيال والأشياء اللي تحصل في المسرح العالمي بشكل مفرط، ونقلات الزمان والمكان، هندسة الإضاءة والأزياء. أنا حضرت مرة العرض في اليابان، كان الشخصيات بتطير في المسرح، بتطير فعلا عن طريق الخدع. ومن هنا لازم نعرف إنه في أي رسالة سواء كان مسرح أو رواية أو حتى ندوة أو ندوة في محاضرة أو في جامعة أو في مؤتمر، إنه إذا توفرت هذه الثلاثة، هذه الأشياء الثلاثة، الإحساس العميق، الوجدان، إثارة الخيال، مع الاتكاء على العقيدة، التسرب الانفعالي، أكثر شيء يعمل تسرب انفعالي هو الاتكاء على العقيدة. ولذلك نلاقي رؤساء الدول لما يتكلمون لازم، حتى الغربيين حتى لازم يتكئون على العقيدة وعلى الوجدانيات وعلى آيات قرآنية أو إنجيلية أو كذا. هذه هندسة في الرسالة لما يكون هو مرسل. ف
فالمتلقي بيحصل له نوع من النشوة، لأنه الأميجدالة هذه عن طريق الحواس الخمس، العين واللمس والشم وكله، حتى في المسرح صرنا نطلق بخورة أحيانا عشان نوظف الحاسة الخامسة. مختصر بسيط وطولت عليكم، وأستنى سواء في البعد الخامس أو في غيره، وسلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الدكتورة ملحة على هذا العطاء وهذا الفكر وهذا الجمال وهذه المعلومات الدقيقة جدا، ونفتح باب الأسئلة وباب الحوار للجميع، وأرجو أن ترسل جميع الاستفسارات لي على الخاص حتى نستطيع أن ننظم أمسيتنا بالطريقة الصحيحة. أولا أطرح أنا أول سؤال حتى أتمكن من استقبال الأسئلة والمداخلات من النخبة. سؤالي الأول لأختنا الفاضلة دكتورة ملحة، ما هو دور الإعلام في المسرح؟ نحن نعرف أن المسرح خاصة في دول الخليج، يمكن الكويت يعني متقدمة قليلا، ولكن المملكة والإمارات وباقي دول الخليج وحتى اليمن يعني المسرح فيها ضعيف جدا. ما هو دور الإعلام في تطوير ونشر وعي المسرح في العالم العربي بصفة عامة، سواء في المغرب، سواء في الجزائر، سواء في دول المغرب أو جميع الدول العربية، بلاد الشام، العراق وهكذا؟ شوف يا سيدي، المسرح هو أصلا وسيلة إعلامية، وأحد فروع القنوات، أحد القنوات الإعلامية هو وسيلة إعلامية، بما أنه سلطان المرسل والمتلقي والمستمع، وكل عناصر الوسيلة الإعلامية ومبني عليها المسرح. فالمسرح هو أهم وسيلة إعلامية، ولازم أن احنا نهتم بالمسرح لأنه وسيلة إعلامية تعمل على التغيير، ولذلك الدول تخاف من المسرح، لأن الجمهور هو خارج، أو المتلقي هو خارج من باب المسرح، لابد أن يتخذ قرار، سواء كان سياسي أو عاطفي أو اجتماعي أو اقتصادي. الرسالة اللي بتطرحها اللي يطرحها المسرح الجيد المحكم الصنع، لابد أنه يغير في الجمهور عن طريق، مثل ما قلت لكم، عن طريق الاتكاء على الوجدان والوصول. إذا توفرت الانزلاق الوجداني أو الوصول إلى عمق الوجدان، لابد يحصل تغيير، ولذلك خطورة أنه بيغير سواء كان بالسلب أو بالإيجاب. فالمسرح وسيلة مهمة جدا في التغيير، هذا شيء. الشيء الثاني، الإعلام مقصر جدا، الإعلان وليس الإعلام، هو أصلا إعلام المسرح، لكن الإعلان بالنون هو طبعا سبب انتكاسة المسرح، لأنه لا يهتم بالمسرح ولا بالعروض ولا بالوسيلة ولا بالنقد ولا يعني مصيبتنا ان احنا بنهتم بالكورة. وانا لي مقال قبل كذا قلت الثقافة بين الرأس والقدم، احنا ما ننكر الكرة والرياضة شيء مهم في تقدم الشعوب وحركتها وثقافتها واقتصادها، لكن لا، المسرح اهم. المسرح لما يكون بين الرأس والقدم، الإنسان ضايع، أن تصل القدم تبقى كارثة. الرومان كانت كارثتهم حينما برعوا في الرياضة، لو تتبعت الفنون عند الرومان في الحضيض، غير كانت عند اليونان أقوى وأكبر. ليه؟ لأنه خلاص الانتباه بيتشتت والرؤوس بتذهب إلى الأقدام وانتهى كل شيء. السؤال الآن من الأخت نعيم الفلالي من المغرب الشقيق، وأرجو الإجابة عليه دكتور ملح. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لسؤالي للدكتورة، هو أنني أكتب النص، أحترم فيه مكونات النص، الأحداث والزمان والمكان والحبكة والعقدة والحل، ولكن حين أريد أن أشخص الموضوع على الخشبة أجد بأن النص طاغي عن الحركة. كيف لي أن أعيد ذلك النص نصا دراميا حركاته أكثر من كلماته؟ لأنني أعرف إذا تعدى تحدث أكثر من 30 ثانية يصبح هذا حكيا أو
شيئا آخر غير المسرح. وشكرا لك سيدتي على تنويري، وما أحوجنا لمثل هذا الكتاب الذي سيخرج على يديك. أتمنى أن تتاح لي الفرصة للتعرف عليه. أهلا وسهلا بك سيدتي وأستاذة المسرح. وأحب أضيف أن المسرح المدرسي أهم وأهم مؤثر في التربية، وإحنا تربينا على المسرح المدرسي في المملكة العربية السعودية. سبق المسرح المدرسي سبق المسرح، نشأة المسرح في السعودية، كان دخل المسرح للسعودية عن طريق المسرح المدرسي من أوائل الستينات أو من أواخر الخمسينات كان في مسرح. لكنه حتى أنا كنت أمثل على المسرح وكنت ألعب مسرح، وهو ذا اللي نفعنا كجيل. فهذه أهمية، لازم أن هو تهتم الوزارات بالمسرح في التربية، لأنه هو مثل ما طرحت لكم أنه هو يعمل على التغيير، يعمل على ما يسمى في الفلسفة بإيقاظ الوعي. طبعا سيدتي مهم جدا، لابد أن احنا نهتم بكتابة المسرح، ويختلف تماما عن كتابة الرواية والقصة، لأنه يختلف بأنه حوار وأنه يتمتع بخاصية هنا والآن، أي أنه يعتمد على كان وليس بيعتمد على الآن وليس كان. كل الآداب تحتوي على كان في الماضي إلا المسرح. أما تحويل النص الأدبي فلا بد يكون يتمتع الكاتب بحرفية المسرح، بحيث أنه يكتب المقدمة ثم يبدأ في تعريف بالأحداث وبالشخصيات ودخول الشخصيات ثم تطور الحدث وتعقيده. وأهم شيء هو الفعل الدرامي اللي بيحرك النص، اللي هو العمود الأساسي في اللي هو الفعل الأساسي في النص. طبعا هناك روافد من الأفعال تغذيه لأن يصل إلى ذروة، وهناك طرائق كثيرة، سواء العبث له بناء، الأبنية كثيرة في المسرح، العبث له بناء، والكلاسيك له بناء، والرومانسي له بناء، وهي حرفية الكتابة في المسرح. لابد أن يتعلم حرفية كتابة. ولي كتاب الآن بصدد النشر هو فن كتابة المسرحية بين الموهبة والصنعة، وهي هذه اللي يناقش هل هي موهبة ولا لابد من التعلم. هذا الكتاب يناقش هذه الحكاية، اللي وصل في نهاية الكتاب إلى أن لابد من أن يولد الكاتب وتحت لسانه تلك الجوهرة، جوهرة الإبداع المسرحي، ولابد أن يغذيها بالعلم والتعلم والثقافة من أجل أن يطرح وأن يكتب بشكل متميز. دكتور ملحة، شكرا على الإثراء الجميل والعلم الدقيق. أنا حقيقة أنا أمام التلفزيون الآن وأشاهد المسرح الروماني في جرش، وأنا زرت المسرح الروماني في مدينة عمان، وشفت المدرج، وشفت حتى الماء. أظن أنت زرت الأماكن هذه، وإذا المسرح الصغير الملحق بالمدرج. أهمية المسرح منذ القدم عرفها أهل الثقافة والفكر، سواء اليونانيين الرومانيين أو غيرهم، أو الرومان وغيرهم، وضحت في هذه المدرجات والمسرح الموجود الآن موجودة، يعني الآثار موجودة سواء في جرش، سواء في قلعة عمان، أو في غيرها، يعني أو في سوريا أعتقد، أنا ما زرت، وفي مصر الآن نشاهد، في حقيقة نشاهد المدرج الروماني في على البي بي سي، يظهر تماما مسرحية واضحة جدا يعني. فياليت تعطينا تاريخ المسرح، متى بدأ المسرح؟ هو المسرح يؤرخ له أنه بدأ من 2500 أو 2700 قبل الميلاد. والمسرح بدأ بممثل واحد اللي هو تثبس، كان يقف على عربة ويدور بها في البلاد ويمثل كل الشخصيات. ثم تطور المسرح بعد كذا لما جاء يوربيدس
وعملهم شخصيتين، ثم آيس خولس عملهم 3 شخصيات، ثم تطور المسرح بعد كذا إلى المدرج اللي حضرتك أشرت. وإذا نظرنا إلى الاسم المسرح، لأنه مأخوذ من الجبال المدرجة اللي كان تسرح فيها الأغنام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لسؤالي للدكتورة سعادة الدكتورة ملحة الخبيرة والمتألقة في مجال المسرح، أريد أن أطرح سؤالا يخص التربية والتكوين. بصفتي أستاذة في التعليم في مدرسة عمومية تفتقد لمجموعة من الإمكانيات المساعدة على ترسيخ المسرح بالمدرسة، رغم أن هذا المسرح هو من أمتع طرق والوسائل التي تساعد المتعلمين على التعلم باستمتاع، بدءا من لعب الأدوار إلى تشخيص مسرحيات من خلال النصوص المقروءة خلال السنة. أنا شخصيا أكتب نصوصا أدبية ولكنها لا ترقى لأن تكون درامية. هنا أجد مشكلا في تحويل النص الأدبي إلى نص درامي يمكن أن يشخص على خشبة المسرح. بماذا تنصحينني سيدتي؟ وشكرا. إذ عملوها مدرجات ومن هنا جت كلمة المسرح. ولذا لما ظهر توفيق الحكيم برؤيته نحو مسرح عربي، هو ويوسف إدريس سموه مرسح وليس مسرح، لأن العرب يرسحون أي يلعبون ولا يسرحون في المدرجات. وطبعا هذه يتبعها نظريات كثيرة في التلقي، إن اللي جالس في مدرج أو قدام خشبة مسرح إيطالية اللي هي متعارف عليها كلاسيكي تقليدي يختلف عن المسرح في الأرينا أو في الجرن أو في وسط حلقة من الناس. هذه كما كانت كلها نظريات البحث عن مسرح عربي. سيدتي العبي كما تشائين، فالمسرح هو مكان اللعب، اسمها اللعبة المسرحية. إنما إذا أطرك أو أطر تفكيرك الخوف على التقنيات العلمية، سيهرب منك الإبداع والخيال وتفتق الذهن عن مفاجآت إبداعية أنت تتفاجئين بها. دعي رأسك يشتغل ولا تنظرين إلى الخوف من النقاد وما يمكن أن يكون وما يجب عليه أن يكون. المسرح هو مكان للعب، وكل فكرة أو حركة أو إضافة إبداعية من عندك تعد لك، لابد أن تكوني مقتنعة بها بعيدا عن الآراء المتعددة، لأنها تصبح وجهات نظر في الآخر. الخوف هو ما يهدد المبدع، لا تخافين. طغت الحركة أهلا وسهلا سيكون جيد، طغى الحوار أهلا وسهلا، ولكن أنصحك بأن لا تطيلين في المونولوجات بحيث أنه لا يصبح سردا كثيرا يسبب لك هنات في الإيقاع، لأن الإيقاع هو ما يحكم خشبة المسرح. دكتور ملحة، حقيقة أنا استمتع بهذا العلم وهذه الخبرات وهذا التخصص فعلا الدقيق. أنا لدي سؤال محيرني حقيقة. مسرحيات مشهورة بقيت على مدار الزمن مشهورة وكل يوم تعرض على المسرح في العالم، منها مسرحيات شكسبير وهكذا، يعني مسرحيات العالمية أو وذرينغ هايتس أو وغيرها من المسرحيات العالمية. ما هو السبب دكتور ملحة في أن تبقى هذه المسرحيات على توهجها على مدار الزمن، بينما مسرحيات كثيرة عرضت ونسيها الناس؟ يعني ليت تفندين لنا هذا الموضوع حفظك الله. صدقت، هي خلدت وستخلد، وصدقني أنها كل هذه الأعمال الخالدة اعتمدت على البعد الخامس، لأنه متملك من وجدان المتلقي. إذا تابعت مسرحيات شكسبير أو ذا رينج هاوس
او ايا كان، من كورني او راسين او في عصر النهضة او جنويني وجين اونيل في الامريكي او ايا كان، ستجد انهم حتى بريخت يستخدمون الحكايات الشعبية في كتاباتهم المسرحية، ويعتمدون على العقيدة، عقيدتهم أو أي عقيدة. حتى السحر هو عقيدة بالنسبة للطقوس السحرية. كل هذه الأشياء هي البعد الخامس، هي التي تتملك من الوجدان، وهذا سر خلودهم وهذا سر بقائهم. البعد الخامس، أنا لم أنظر نظرية لما يجب أن يكون، أنا بحثت في ما كان وما يجب أن يكون، بحيث أن النصوص التي سبقت هي أيضا تحتوي على البعد الخامس. حتى مسرحية أم الفاس اللي حيرت الناس وجدتها، لأنها تعتمد على طقس الهود اللي هو حفل الختان في الجنوب، اللي كان يقام هذا الحفل لختان الشباب في العشرينات ويحتفلون بها لمدة شهر، وأنتوا أكيد تعرفون هذا الطقس الهود. استخدمته في مسرحية أم الفاس، وهذا السر أنها نالت جوائز وراحت، لأنه الطقوس دايما فيها هذا البعد. دكتور ملحة، الحقيقة أنا يعني حقيقة عجبني الليلة، يعني أنك ركزت على الوجدان وقلت أن الوجدان يوجد قفص في المخ، قفص الثوم، أو يعني حجمه، وأنه يوجد في المخ، وقلت ان تخليد هذه المسرحيات العالميه سواء شكسبير او الاميلي برونتي او غيره، عصر النهضه او غيره، اعتمدت على البعد الخامس وعلى الوجدان. طيب، جميل جدا، لماذا لا نعتمد نحن على الوجدان لاعمالنا المستقبليه في المسرحيات وغيرها، حتى نرتقي إلى ما هو المانع إذن؟ ليس هناك مانع أننا نرتقي ونبحث فيما يسمى بالتسرب الانفعالي أو الانزلاق الوجداني، ونسيطر على الوجدان، ونغير، نعمل تغيير في الذهنية العربية، وما أحوجنا أن احنا نقود الذهنية العربية نحو الوطنية والهوية والدين والأخلاق. لكن صدقني، هذه التبعية من المخرجين والكتاب للمسرح الغربي، وأيضا الشللية والمجاملات في الإنتاج المسرحي، جعلت هناك مخرجين وكتاب لا يفقهون شيئا في المسرح، وهذه مشكلة مسرحنا العربي صدقني. يعني نحن في السعودية نحتاج إلى مسرح يحمل العادات والتقاليد والأفكار والدين بجانب الانفتاح على المستقبل وعلى التقنية، نعمل هذا المزج. لكن وجدنا أنه هناك استقدام لعروض لا تخصنا في شيء، لا تعبر عن مجتمعنا نحن، فنجد استقدام عروض من الدول العربية بحجة شباك التذاكر، لأن الآن صار فيه عندنا المسرح التجاري للأسف هو أكبر معول لهدم المسرح. حينما ينظر المسرح المنتج المسرحي لشباك التذاكر، اقرأ الفاتح على المسرح، المسرح لا يعرض نفسه في شباك التذاكر، المسرح حر، المسرح أبي، المسرح يأبى أن يباع أو يشترى، وشباك التذاكر الآن هو المسيطر على الحركة المسرحية. البعد الخامس تعتمد على حاجتين، على بعدين اثنين أو على محورين اثنين. المحور الأول التشكيل في الفراغ، كيف يكون؟ يكون عن طريق النحت، ولا عن طريق الصورة المسطحة، ولا عن طريق الإبهار، ولا عن طريق السرد، ولا عن طريق العالم الخيالي والميتافيزيقا وما إلى ذلك. والمحور الثاني هو طبعا علم تحليل نفسي، طبعا لأنه في الآخر لجأت إلى عظماء الطب النفسي،
على أساس أسأل فين الأميجدالا وش دورها، وكيف تتصل بالحواس الخمس، وكيف نستطيع من خلال الحواس الخمس إن إحنا نجعل هذه الأميجدالا تفرز الدوبامين، بحيث إن هو يحس الإنسان بهذه السعادة. حتى الكدر، إنه هي هو المسرح تقلب بين اللذة والكدر. طيب حتى الكدر اللي هو بينتج عن التوتر الدرامي الموجود في التراجيديا يكون متعة أيضا. يعني لما نشوف مذابح شكسبير في آخر المسرحية، نحصل نحن ما سماه أرسطو بالتطهير، إنه بيحصل عند النوع من الراحة النفسية اللي نتجت بالإحلالية، إنه الحمد لله إن مش إحنا، الحمد لله إن إحنا ما مرينا بهذه الظروف. يصير الإنسان أو نوع من التشفي، إنك تكون راضي عن ما فعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذة الفاضلة الدكتورة ملحة، جزاك الله خيرا على ما ذكرتي من معلومات، وجعل ربي في موازين حسناتك ما قمت به من أبحاث، لدرجة أنه أنت يعني تعاونت مع أطباء ودرست يعني تشريح المخ ووصلت إلى الإميجدان، وهو تمركز الإحساس أو ردود الفعل المحزنة أو المفرحة. يعني عن دراسة للأدب الإنجليزي ودراسة للكريتيسيزم أو النقد، دكتورة إحنا مشكلتنا في المجتمع العربي فعلا كما ذكرتي، إحنا مسرحنا مسرح هامشي، مسرح بما يطلق عليه باللفظ العامي هو مسرح سبوبة، يعني يجيب المشاهدين حتى يضحكوا على سفه بعض من النكات التافهة التي لا تحمل أي قصة ولا مضمون. الناس جاية تتفرج فقط إبهار بصري، نجمات ونجوم، يعني بعض من السفه، والناس نظرا لضغوطات الحياة ما عادت تحب المسرح الجاد. فيما تقدم في نفس الوقت مسارح الدولة مسرحيات الهادفة من كتاب لهم أسماء معروفة، نجد إحجام من المجتمع نفسه. يعني هي إذن ثقافة مجتمع وليست ثقافة كتاب. الكاتب عنده القدرة أنه يكتب الجيد والرديء، لكن ما يوجهه حتى يأكل عيشه، يعني زي ما بيقول أنه الناس تحجم عن مشاهدة الأعمال الهادفة وتسعى وراء الأعمال الهابطة والتي تحتوي على الكثير من الإسفاف بغرض الضحك والخروج عن ضغوطات الحياة اللي هم يتعرضون لها. فإذا هي ثقافة مجتمع، فبالتالي وجهت الكتاب إلى هذا النوع من أنواع الكتابات، وهذا اللي أدى بنا إلى تردي المسرح، وهذا بشهادة الجميع. يعني حتى اللي يروح المسرح اللي هذا التافه هو معترف في قرارة نفسه إنه ما يشوف شيء، هو يضحك على نكتة فارغة ما بيها، حتى ما يطلع ما يتذكر أي أحداث لأنه ما في قصة أصلاً. في حين في المقابل إذا إحنا بنقارن الأدب الإنجليزي، لاحظي يا سيدتي العصر الذهبي الجولدن إيرا which was the Elizabethan إيرا، عصر الملكة إليزابيث، وكان قمة الإنتاج الأدبي والمسرحي على يد شكسبير زعيم الدراما، الذي كانت مسرحياته وما زالت إلى الآن تدرس بشكل أساسي لطلاب النقد والدراما، وأنا كنت واحدة منهم. يعني أنا من جد كينغلير هي إحدى الروايات أو المسرحيات التي فعلا 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 جسدت مفهوم قوي جدا جدا للتعبير عن الحب، هل هو بالكلام أم هو بالأفعال. وأتت بنا أيضا لشيء لعب على الوجدان، أنه تجيك الحكمة من على لسان الفول أو المجنون اللي كان بالقصة، هو اللي كان يمشي بالغابة ويقابل الملك. يعني أرجو أنه اللي ما يعني قرأ عن كينغلير، مسرحية كينغلير، يشوف حتى ولو ملخص لها، وكيف أنه الحكمة أتت من على لسان المجنون أو المخبول اللي كان بالغابة، وغابت الحكمة عن الملك. وأيضا ليس كل الأبناء
أوفياء وبارين بوالديهم، وليس كل من وهب فصاحة اللسان وهب نقاء القلب والسريرة. المسرح الأوروبي ما زال يظهر تفوقا شديدا شديدا شديدا، المسرح الأوروبي القديم يعني الحقيقة يعني هو المشهود له إلى الآن، والمسرح العربي للأسف الشديد في انحدار شديد، وهي ثقافة مجتمعية نحتاج إلى تنوير شعوبنا بمدى الآثار، بمدى الأثر وبقوة الأثر. إنك تشوف تفاعل ما بين الممثل على المسرح أو المؤدي على المسرح والجمهور، وإنت تشوف الانطباعات الجماهير أمامك مباشرة وتفاعلهم مع الحدث، نحن نفتقر إلى ذلك. ولكن نريد ونعيب على سياستنا الإعلامية عدم التوجه إلى هذه المسارح الهادفة وتوجيه الجمهور، حتى لنبدأ بالمدارس، يعني لنبدأ بالمسرح المدرسي وتعويد وتنظيف آذان وأعين الأطفال وتنظيف أرواحهم ووجدانهم من كل ما يشوب من مسارح السبوبة ومسارح الترفيه. لا أعيب على مسارح الترفيه، ولكن ترفيه مع قصة يكون أفضل بكثير. جزاك الله خير سيدتي الفاضلة، ونفع بنا وبك البلاد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل. السؤال من الدكتورة جميلة الفلالي من دولة المغرب الشقيق، تقول ما هي المهارات التي ينبغي أن يتسلح بها المدرس القرن 21 لجعل مقاطع الدرس وأنشطته كفصول مسرحية محبوبة يقبل عليها المتعلم بدون كلل أو ملل؟ مهارات تولد ملكات الإبداع عند المتعلمين وتجعلهم يتابعون الدرس كمسرحية لها بداية ونهاية. طبعا هي تشكر دكتورة ملحة، وطبعا تشكرني وأنا أشكرها كذلك على طرح هذا السؤال القوي جميل جدا من دكتورة جميلة الفلالي من دولة المغرب الشقيقة. أنا أنصح بحاجة قد تستغربونها مني لكن أنا مقتنعة فيها. إذا حب المدرس أنه يدخل إلى يستولي يدخل إلى وجدانات الطلبة يمتلكها بحيث أنه يقنعهم، المسألة مسألة إقناع في الآخر، عن طريق توتر، عن طريق سرد، عن طريق حكايات، عن طريق جذب الانتباه، كل هذه الأشياء. أنا أنصح أن المدرس ما يقف على أنه ينلغي حكاية الفصل في مدرجات أو مصاطب وبعدين المدرس يوقف على صبورة أو كذا، وبينه وبين الطلبة ما يسمى عندنا في المسرح بالمسافة الجمالية اللي هي الممر اللي بين المدرس والطلبة. هذه أنا شايف أنها لا تصلح في القرن 21، إذ يجب أن يكون المدرس بشكل حلقي ويجلس وسط الطلبة، لأن هنا في التلقي بيحصل نوع من إلغاء المسافة الجمالية البعد، لأن المسافة بين الطالب والمدرس هذه تفصله. لكنه لما يكون متحلق معاهم في شكل حلقات وسطهم يصير في تعلق بالطلبة به، ويصير في تركيز ذهني أكثر، ويصير في نوع من السيطرة على وجدان وإحساس الطلبة. لو تفتكرون زمان إنه الشيخ في الجامع أو في الأزهر أو في كذا، إنه حتى علماء الأزهر والجامعات العربية القديمة في القيروان وهنا وهنا كانوا يجلسون شكل حلقات، كل مدرس أو كل عالم وجنبيه حلقة. ثاني شيء انه لابد يتم فيه علاقة حب بين المدرس والأولاد، ان هم يفضلوا مربوطين او مرتبطين به الى ما لا نهاية، كي يتخذونه ذلك الحبل السري بينهم. الحب مهم جدا، وهذه مهمة المدرس انه يخلق هذا النوع. الآن نجد انه الشيخ في العالم الجليل في الجامعات القديمة إنه كانوا له تلامذته، مثلا ابن رشد، لم ينجح ابن رشد ولم يخلق جيلا كبيرا إلا بهذا التحلق، هؤلاء الطلبة اللي قضوا عمرهم كلهم على حصيرة واحدة متحلقين حوله. أنا أرى أن هذا المسافة الجمالية، إحنا بنسميها المسافة الجمالية، اللي هي الممر اللي يبقى المدرس في جهة والطلبة في جهة، هذا غير مجدي في التلقي لأنه بيعمل حاجز نفسي.
الإجابة على سؤال الأخت فنار أو إيضاحها متشكرة على هذا الشرح وعلى هذا الرأي، نحترم رأيها. لكن المسرح المصري مر بهذه التجربة، إنه أحجم الجمهور عن المسرح الحكومي واتجه للمسرح التجاري، وكان سيقضي على تاريخ المسرح في مصر. لكنهم تنبهوا وجدوا أن النجم، الناس بتروح للنجم في المسرح القطاع الخاص أو التجاري، فبدأوا يستحوذون على المسرح مرة أخرى ويستردونه بأنهم استحضروا النجوم الكبار، مثلا يحيى الفخراني على القومي، وسعيد صالح كان على مسرح السلام، ونور الشريف كان على مسرح السلام. هكذا استجلبوا النجوم، وبدأ الجمهور يروح لمسرح الدولة لأنه يتعلق بهؤلاء النجوم. ومن هنا تقلص المسرح التجاري اللي يعتمد على الإبهار والإسفاف والضحك. للأسف للأسف إني أجد أن المسرح التجاري بدأ يفتح أبوابه في المملكة العربية السعودية، وهذا خطر كبير جدا، لأن المسرح ليس شباك تذاكر. الجمهور يبحث عن الضحك، هذه شيء ثاني. ما في مانع إن إحنا نعمل له مسرح كوميدي يضحك، لأنه مفهوم المسرح لا زال في الوجدان الجمعي العربي إنه مكان للضحك. يعني ما تعودوا إنه فلسفة ومنطق ومعاناة وتراجيديا وما إلى ذلك. ما في مانع إن إحنا ندربهم ونعطيهم جرعات من الكوميديا. ما مليار كان كوميدي، وكان من أعظم المسرح الكوميدي. وبلاوتس كان في عند الرومان من أعظم، هو كان كاتب كوميدي ونجحت. ما في مشكلة إن إحنا نضحك، الضحك شيء مهم، لكن يكون بشكل علمي وبشكل مدروس، وإن إحنا نحضر النجوم على مسرح الدولة من أجل أن نتحكم في جدية الطرح وجدية الرسالة. أما سؤال الأستاذة جميلة، فبالنسبة لمهارات المدرس اللي يقدر يسيطر بها على الطلبة، أنا هي أيضا تحتوي على البعد الخامس، لأنه مرسل. هي البعد الخامس إيش؟ مرسل ومتلقي، ومسافة جمالية بين الاثنين. هذه المسافة الجمالية اللي بين المرسل والمتلقي، اللي هي الحد الفاصل، اللي هي المنصة والجمهور، بينهم هذا الفاصل. لابد أن ينلغي هذا الفاصل، لأنه هذا الفاصل إذا امتزج المرسل مع المتلقي على أرض واحدة، حصل نوع من الامتزاج وانرفعت هذه المسافة، لأن المسافة هذه محطمة للتسرب الانفعالي بالنسبة لنا كعرب. لكن عند الغرب هي كويسة، لأن هم طقوسهم أو مسرحهم يعتمد على الصورة. المسرح الغربي، الغرب والثقافة الغربية كلها تربت على ثقافة الصورة، على العينين. لكن إحنا كعرب تعودنا على أو مش تربينا على الثقافة السمعية. ثقافتنا كلها قولية، وبالتالي إنه لابد إن يكون المرسل متلازم ومتلاحم مع المتلقين. هذه آلية مهمة جدا، وجايز إن الكل يغفل عنها. فإذا كان المدرس مع تلامذته بدون مسافات كان أحسن. عفوا، أيضا السرد مهم جدا في العملية التعليمية. السرد مهم جدا جدا، لأنه السرد فيه نوع من إثارة الخيال، ويقدر عن طريق السرد. إحنا كعرب متربين على ثقافة سردية، فلو المواجهين التعليميين المدرسين فهموا معنى السرد، قديش هو يسيطر على إثارة الخيال، ويحكي المدرس، يحكي يعمل نوع من التسرب الانفعالي والانزلاق الوجداني، ويسبب نوع من المتعة، وبالتالي تثبت المعلومة. عفوا، يعني أنا بأخذ مثال، وهو قد يكون مثال كبير، لكن نحن نقترب من القرآن الكريم. إذا نظرنا إلى كل الطرح في القرآن الكريم، نجد أنه جاء أغلبه سرد وقصص. الله سبحانه وتعالى يعلم الشخصية العربية كيف يكون التأثير فيها. السؤال الآن حقيقة مطروح من عالمتنا وباحثتنا أختنا العلم، الدكتورة هناء
بنتن، وهي فعلا من قامات هذا المنتدى ولها مساهمات كبيرة جدا ونعتمد عليها كثير جدا، وهي أخت الجميع. توجه الآن سؤالها إلى الدكتورة ملح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعد الخامس له دور كبير في مجال التعليم، فالمدرس يقوم بأدوار مسرحية بصوته، بشكله، بحركته، بأساليبه في التدريس، سواء في الفصل الدراسي أو في قاعة المحاضرات. فمن خلال خبرتك، ما هي النظرة المستقبلية لمسرحة المناهج وصقل المهارات المسرحية لدى المعلم في وزارة التعليم وفي مؤسسات التدريس؟ أستاذتي الفاضلة ودكتورتنا الكبيرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يزيدك من العلم. تعقيبا أيضا على كلامك بالنسبة لمسرح الدولة، نكاد نجزم الآن أنه توقف المسرح المصري تماما، سواء الضاحك أو يعني شبه توقف، يعني ما أقول أنه توقف تماما إلا من بعض مسرحيات سمير غانم وما إلى ذلك، وما عاد في إقبال عليها. مسرح الدولة للأسف الشديد هو مسرح فقير، فما عاد يقدر يستقطب نجوم كبار ويكونوا مستهدفين من الجمهور، يعني حتى يتعقبهم في أي مسرح. فللأسف الشديد ما زالت مشكلتنا موجودة مع المسرح العربي والمسرح المصري. بالنسبة للمسرح الكوميدي، نحن متفقين على أنه الكوميديا هي جنر أو هي نوع من أو ضرب من ضروب الدراما أو الفنون الأدبية، ولكن أول ما كنا نعلمه لطلابنا أنه بنسألهم سؤال أنه What is the author's purpose من هذا العمل؟ ما هو هدف الكاتب أو المؤلف من هذا العمل؟ فإما أنه يقول أنه to inform إذا كانت شيء مثلا يختص بالتاريخ زي الـ documentaries، أو just to entertain ليمتعنا. يعني في أهداف كثيرة كانت من وراء قصد الكاتب. نحن الآن ما يعني إذا أعطيتي أي مسرحية لولد أو بنت يقرأ بس فقط السكريبت الخاص فيها وتقولي له تسأليه ما يعني ما هدف الكاتب من القصة، طيب حلل الشخصيات، حلل السايكولوجي الخاصة بالشخصيات، فسر أو وضح وين الكلايمكس وين الريزوليوشن أو إيش الخطوات اللي ريزينج أكشن الفولينج أكشن whatever، ما رح يقدر يطلع لك أي شيء، لأنه فعلا الكتابة كلها عبارة عن نظم من النكات في هيئة سكريبت مسرحي، وهذه هي المشكلة. مسرحة المناهج من أنجح المشاريع، وإحنا كنا تربينا عليها لأنه يجعل من الطالب يتخيل ويستمتع. وأحب أضيف إنه إذا لم تكن هناك متعة في التلقي سيصبح التعليم مجرد جلد للطالب، وهذه مشكلتنا. لكنه إذا كان هناك متعة عن طريق مسرحة المدارس أو عن طريق السرد، إذا فشلنا في إيجاد مسرح مدرسي أو إنتاج مدرسي نحول المسألة إلى سرد وحكايات للأطفال أو للطلب. إحنا تربينا على حكايات جدتي، كل ليلة نسمع حكايات. إحنا ما فكرنا كيف يكون هذا التسرب إلى وجداننا. إحنا تربينا كقيم، كأخلاق، كتعليم، ككل شيء على حكاياتهم. وحن ما هي للتسلية، إذا تأملنا حكايات الجدات سنجد فيها محاور كثيرة جدا أثرت فينا، وهي اللي بنت الجيل اللي هو الجيل اللي ارتكزت عليه المجتمعات العربية في نهضتها. فالسرد مهم ومسرحة المناهج مهمة، ولكن للأسف أنه يتم كتابتها بشكل مزري، وبالتالي يضر المنهج ويضر الطالب. أنا يعني كنت يعني منتظر الأخوة
الزملاء المشاركة وشاهد الزميلات حفظهن الله، هن المسيطرات على لقاء الليلة. طبعا الدكتورة ملحة يعني هي صديقة الجميع وأخت الجميع، ولكن شاهدت معظم المداخلات من الأخوات، لم أشاهد مداخلات من أخوان الرجال أو الذكور. فوالله يعني صبت بغيرة يعني قليلا يعني. ولكن الآن السؤال موجه من سعادة العميد عبد الرحمن الزهراني، وهو الرجل الكاتب المعروف من أكثر من 35 سنة أو 40 سنة، وكاتب معروف، إعلامي معروف، ناقد معروف في مجال الرياضة والفكر، وهو رجل الاعتدال، وهو الرجل الذي يحارب التعصب الرياضي، ورجل له يد طولة في الفكر الرياضي السعودي وغيره، ورجل من إقامات الوطن. الآن السؤال لأخي وصديقي سعادة العميد عبد الرحمن الزهراني أبا طلال. أهلا دكتور محمد، وتحياتي وتقديري إلى كل الزملاء الأعزاء، وإن كنت في الفترة الأخيرة مقصرة، وأشرف وأتشرف اليوم أن أكون سائلا ومتسائلا مع قامة من قامات العلم في وطننا العربي الدكتورة ملح العبد الله، وأقول أشرف وبالفعل أشرف وأتشرف. وسؤالي إلى سعادة الدكتورة، أين تعليمنا من مسرح العلم السلوكي؟ التعليم السلوكي الحقيقة وتحديدا الحياتي مفقود في التعليم العربي، بمعنى إنه الحفاظ على الممتلكات يعد شذرا وقليلا ما يرى، وأيضا السلوكيات التي تتجاوز حرية الآخرين كثر لغطها وأصبح في فوضوية وسائل التواصل حاضرة. أتمنى أن تعرج سعادة الدكتورة إلى أين المسرح من التعليم السلوكي والحياتي، ولها فائقة تقديري وأحترامي. أهلا وسهلا بك وبمقدمتك الرائعة، ونحن الذين نشرف بالمثول بين أيديكم، أبقاكم الله جميعا. التعليم في المسرح، هناك نوع من المسرح اسمه المسرح التعليمي، وهو يعتمد في كتابته على المدرسي. المسرح المدرسي ليس معناه أنه في المدرسة أو في الجامعة، لا، لأنه يكتب بطريقة الأخلاق والسلوك والتعليم. في عصر النهضة، لما خرجت أوروبا من العصور الوسطى المظلمة وكانت الكنيسة مسيطرة على مجريات الأمور وتقصي المسرح، ثم خرج المسرح إلى فناء الكنيسة، ثم خرج بعد في آخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، خرج إلى الشارع، وبدأ عصر النهضة بما يسمى بالمسرح الكلاسيكي. المسرح الكلاسيكي جاي من كلمة كلاس، أي المدرسة، أي التعليمي، أي المحض على الأخلاق والسلوك. وكان مسرح عصر النهضة كله برمته سمي بالمسرح الكلاسيكي، وأصدرت له قوانين بأنه يلتزم بالأخلاق، وكان الذي يخرج عن الأخلاق على خشبة المسرح كان يحبس ويصادر مسرحه. ومنهم كورنيه حينما جعل شابا في القرن السابع عشر شابا يضرب شيخا كبيرا على وجهه بالكف أو بالقلم على وجهه، حبس كورنيه وهو أعظم كاتب في عصر النهضة وتصادر مسرحه. فعلينا أن ننظر إلى المسرح الكلاسيكي،
وهو كبير وأمده واسع، لأنه مسرح أخلاقي. حتى ينبذ القتل على خشبة المسرح، ينبذ الضرب، ينبذ الكلمة البذيئة، كل محتواه إذا حللنا النصوص الكلاسيكية في عصر النهضة لراسين لكورنيل لمولير لكل كتاب العصر النهضة سواء في فرنسا أو في ألمانيا أو في إنجلترا أو في الغرب، كله كان مسرح كلاسيكي. ومن يخرج عن منطق الأخلاق أو التعاليم الدينية والأخلاقية كان يحبس. فإذا أردنا أن نجعل هناك مسرح أخلاقي وديني وتعاليمي ووطني وما إلى ذلك، علينا أن نرجع إلى المسرح الكلاسيكي. وممكن تبحثون على النت أو جوجل أو كذا عن سمات المسرح الكلاسيكي، لأنه له شروطه وله دستوره، ومن يخرج عن الدستور كان يحبس، لأنه كان يحض على الأخلاق. مشكلتنا يا سيدي الكتاب أنه فيه شللية وفيه مصالح، وكل يبغى ياخذ القرشين وصديقه يجامله ويجيز له نصه. هذا هي المشكلة، ما عندنا أمانة، ما عندنا أمانة، لأن الله حملنا أمانة. يعني فاكرين الأمانة أنها فلوس ولا ذهب ولا دين؟ لا، أمانة الكلمة. الكلمة شرف، ومن يحمل شرف الكلمة فلا بد أن يحمل الأمانة. ولكن للأسف أنه المجاملات في المسرح جعلت النصوص المهترئة، وجعلت المسرح يضج بكلام ماله أول ولا آخر. هذا بالنسبة لمسرح الدولة، إنما بالنسبة لمسرح القطاع الخاص أو التجاري الفلوس هي الحاكم، منه الممول ومن كم شباك التذاكر بيجيب. وبعدين مش مهم أجيب نجم ولا نجمتين ونقول شوية كلام والناس تضحك وخلاص. سيحاسب كل منا على كلمة قبل أن يحملها، حين حمل القلم وحين حمل لوى أمانة التعليم وأمانة الرسالة عبر تلفزيون أو سينما أو مسرح، لأن الإعلام مسؤولين كبيرة جدا. حتى هذه رسالة التواصل الاجتماعي، أنتم ما تعرفون كم من الذنب الواحد يأخذه من الهري ومن الكلام في سمعة الناس ومن نقل الكلام ومن النميمة، وصار شيء مخزي وقميء. ونحن ننسى أن في رقابنا أمانة، ومثل ما ذكر أستاذنا العزيز أنه لا بد أن نرجع إلى الأخلاق. وإذا كان على المسرح النصوص الكلاسيكية هي مليئة بالأخلاق والدروس العلمية والأخلاقية والاجتماعية. اسمعوا الشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي إيش يقول في مسرحية الحسين ثائرا عن شرف الكلمة. يقول: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار في كلمة، وقضاء الله هو كلمة. الكلمة لو تعرف حرمة ثاد مذكور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات طلاع شامخة، يعتصم بها النبل البشري، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. في آخر المطاف المسرح كلمة، لأنه سواء كان ساعة ولا نص ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات، هو في الآخر رسالة في سطر يرسلها مرسل لمتلقي. إذن في الآخر المسرح كلمة، والكلمة هي شرف كبير. وأعتقد أن كل قذف بردائه في الأرض ليحمل شرف الكلمة، وأظن أن بعضهم أو أغلبهم لا يستطيعون حملها. أكرمك الله دكتورة ملحة على هذا العطاء وعلى هذا الإبداع وعلى هذا الجمال وعلى هذا العلم حقيقة. لكن أنا أعود للوجدان. الوجدان دكتور ملحة يعني مهم جدا أن يتفهمه المجتمع، ويتفهمه سواء الكاتب، يتفهمه المهتمين بالمسرح. لكن كيف نستغل الوجدان في التعليم؟
يا ليت دكتور، أنا لاحظت أنك ركزت على التعليم وسؤال أبا طلال عن التعليم والأخت نعيمة ودكتورة جميلة وباقي وكذلك الأستاذة فنار، كلهم ركزوا على التعليم. أنا أرغب حفظك الله أن تعطينا أهمية الوجدان في رسالة تعليمية. شوف يا سيدي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وأن في الجسد مضغة، وهذا الحديث أنتم تعرفون: إذا صلحت صلح الجسد، وإذا مرضت مرض الجسد، ألا وهي القلب. حين تأملت في هذا الحديث الشريف وجدت أن القلب ما هو مضغة، أنه بحجم الكف الإيد، وبالآخر وجدت أن هذا الأميجدالا اللي هو الفص الثالث بين الفصين الكبار في المخ، إن هو في حجم المضغة فعلا، وهو القلب أي قلب المخ. إذا تأملنا في موطنه سنجد أن فصين المخ يمثلون جناحي الصدر، وهذه الأميجدالة أو هذا الفص هو الرابط تحت الفصين الكبار، طبقا لمثول القلب بين الأضلاع. ومن هنا أعتقد من وجهة نظري أن هذا هو القلب الذي أشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نقدر نوصل لهذا الوجدان؟ لأن هو مكمن الإحساس، لابد أن المعلم يوصل عن طريق الإحساس للوجدان. إذا هو سيطر على إحساس التلاميذ صدقني يقدر يوصل للوجدان. وطرق ثلاثة مثل ما قلت، اللي هو الحكي، البعد السحري اللي هو العقيدة والكلام اللي هو يأتي عن طريق السرد طبعا، ويعضدها الإحساس. في هذه أدوات المرسل، إنه يستطيع إنه يتسلل إلى وجدان، إلى هذا الوجدان وإلى هذا الفص في أي مرسل، سواء كان مدرس أو محاضر أو إلى آخره. إنما هذه هي المنزلقات الثلاثة اللي تؤدي في الآخر للوجدان. بعدين أحب أذكر لكم إن الصورة في السرد اللي بيرسلها المتلقي أو في الشخصيات اللي على خشبة المسرح لابد أنها تكون مسطحة، بمعنى أنها غير منحوتة، لا يوجد فيها بعد ثالث اللي هو العمق. طيب كيف نقدر نخرج من المكان وهناك عمق؟ لازم يحصل تجسيد، الشخصية لازم تكون متجسدة في الحكي، وبالتالي وصلنا إلى أن المتلقي هو من ينحت، هو عن طريق الخيال. فالمرسل يرسل هذه الرسالة بالسرد أو بالقول ويثير الخيال، فيساعد المتلقي على أنه يتخيل، فالمتلقي يصبح هنا صانع، وهذا يحرك عنده الذهنية، وسموها العلماء في التعليم الذهنية الناقدة. تصوروا، لا يوجد لنا في المناهج ما يسمى تربية الذهنية الناقدة، ما هي مناهج بتعطى في الغرب، ما هو موجودة عندنا. نحن نربي ذهنية الطالب على النقد وعلى التلقي وعلى التجسيد وعلى التخيل وعلى الخيال، هذه أشياء مهمة جدا جدا، وخصوصا في المراحل الابتدائية مهمة جدا، لأن احنا إذا أعملنا الخيال نوسع الذهنية عند الطالب، نوسع المدارك عنده، تستوعب أكثر، بعدين يصير عنده استيعاب، يصير عنده صبر، يصير عنده حب، يصير عنده نهم بالمسألة، لأنه عنده وسع في الأفق. لكن لما يكون الأفق ضيق سرعان ما يفصل منك الطالب، ما يتحمل معك ربع ساعة ويفصل خلاص، ما يتحمل أكثر من كذا. لابد نوسع الذهنية ونوسع الأفق بتاع التلقي وبتاع التخيل، نعمل وسع في هذا المجال، وهو إلى سن 12 سنة.
حينما يتلقى في الثانوي في الإعداد يكون عنده هذا البراح في الذهنية، وده مهم جدا. أنا أبغى أسوق لكم مثال على ثقافتنا في التلقي. خلونا نطرح في مكان راوي الربابة، وخلونا نطرح على الجانب الثاني اثنين يمثلون شخصيات. ستجد الناس كلهم يذهبون إلى راوي الربابة يسمعونه لأنه يحكي سرد ويحكي شخصيات مسطحة يثير الخيال عند المتلقي، فالمتلقي ينحت بخياله وكل متلقي يشوف خيال خاص به، وهنا تكمن المتعة. وبالتالي لابد أنها تتوفر المتعة في التعليم وتتوفر المتعة في التلقي، وحتى الموظف لازم يكون عنده متعة وهو بيشتغل، لأنه إذا لم تتوفر المتعة في التلقي تصبح الحياة جلد، هيصبح تعب، هيصبح ضجر، وبالتالي ما في إنتاج. رائع جدا، والحقيقة استمتعنا قبل أن نستفيد بهذا الطرح الجميل. هل تعتقدين دكتور ملحة أن القلب العضلة ليس له علاقة، ليس له علاقة بالدماغ؟ أنت قلتين المجدالة أي الفص ما بين الجانبين أو كما ذكرتي، وأنه هو تعتقدين أنه هو القلب، تعتقدين أنه هو القلب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تعتقدين أن هناك علاقة بين الدماغ وبين القلب العضلة؟ والآن وجد يعني مثلا في الأبحاث الأخيرة القلب في كهرباء، ولو يعني علوم جديدة يعني ظهرت فيه. والله هذا رأي عمالقة الطب النفسي وعلم النفس إنه والتشريح إن هو الأميجدالة أو مكان الوجدان هو مكمن الإحساس، هو مكمن الحب والكره واتخاذ القرار والقرارات والسعادة والشقاء. لكن العلاقة بين القلب أكيد هناك علاقة، يعني هذا 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 هو الدينامو اللي بيشغل الجسد كله، هو اللي بيضخ الدم وهو اللي بيطلق الكهرباء، هو الرئتين حينما تتحرك هي التي تساعد في هذه الحركة على الشحنات الكهربية للقلب ومنه المخ ومن تدفق الدم، كل الجسد مرتبط ببعضه، ولذلك إذا مرض منه عضو تداعت له سير، أكيد كله مرتبط ببعضه، هناك علاقة. لكن في الإحساس هذا مكانه في الأمجدالة، الوجدان هو مكان الإحساس ومكان ما يسمى في علم النفس باللذة والقدر، يعني السعادة أو الشقاء من هنا. ولذلك الأطباء النفسيين يعتمدون على علاج الأميجدالة هذه عند المتعاطين المخدرات، لأن المخدرات هي التي تؤثر في الأميجدالة، تخليها تفرز ما يسمى بالدوبامين، كيمياء الدوبامين، فتخلي الإنسان تنشط الأميجدالة فتخلي الإنسان منتشي وسعيد. هذا هكذا كنا نتدارس مع أطباء النفسيين، وما في حد حب يخرج الأميجدالة من المجال الطبي للمجال الأدبي. أنا بحاول أعمل هذا الشيء من نستفيد منه كأدباء. أسعد الله مساك مرة أخرى دكتورة ملحة والنخبة، حقيقة ساعتين قضيناها تقريبا ولم نشعر بها، لكن أنا عندي تساؤل حقيقة. يعني هناك شخصيات تبرز على المسرح من الممثلين ويصبحوا مشهورين، مثلا عندنا عادل إمام ممثل مشهور، وهكذا عندنا من الممثلين في السعودية القصبي والسدحان وهكذا. كيف يتمكن هؤلاء من الظهور واكتسابهم الشهرة؟ هل للوجدان هنا دور في شهرتهم؟ بطبيعة الحال إن هم سيطروا على وجدان الجمعي، هذا أولا. ثانيا أقول لك ليش كيف أو كيف اكتسبوا شهرتهم. هؤلاء
التصقوا بما يسمى في البناء السيسيولوجي أو في التحليل السيسيولوجي الاجتماعي ما يسمى بالقاعدة العامة، لأن عندنا في البنية في التحليل البنيوي إنه فيه مثلث قاعدته ما يسمى بالقاعدة العامة اللي هي الجمهور يعني أو المجتمع، ويظل ترتفع الأضلاع إلى سلطة المركز اللي هي على قمتها السلطة الحاكمة، وتحتها تحت هذا في الوسط ما يسمى بالسلطة النائبة اللي هي تنوب عن اللي هي الحكومات وما إلى الوزارات وما إلى ذلك، ويطبع في الأساس القاعدة أصلا هي اسمها القاعدة العامة اللي هي جمهور الناس، وهناك عمود يطلع بشكل عمودي يخترق من القاعدة إلى سلطة المركز، هؤلاء اللي اسمها القوة الصاعدة التي تظهر من الطبقة العامة إلى أن تصل إلى مركز السلطة. هذا تحليل بنيوي ويمكن ثقيل عليكم، لكن أقول لك إن هم سيطروا على التحموا بالقاعدة العامة. عادل إمام لم يكتسب شهرته إلا من البدلة الجنس، يعني لما صار يلبس بدلة وكرافته قلت جمهوره، كان الأول أو شهرته أو تألقه أنه كان يلبس الجنس وكان يناقش الأمور ويلعب شخصيات الجمهور اللي هم الشعبيين جدا، يعني ما كان في بدايته مثل رئيس ولا وزير ولا في بدايته، هذا اللي أظهره أنه كان شعبي من ينبثق الشخصية نفسها تنبثق من القاعدة العامة، وأكتب من هنا اكتسب قوته، وكذلك القصبي وكذلك السدحان وكذلك عبد العزيز الهزاع، لأنهم التحموا بالقاعدة وكانت الشخصيات اللي يمثلونها من القاعدة العامة، وفي لبسهم في مقتضاهم في كلامهم في معالجاتهم في الشخصيات اللي يمثلونها كانت من القاعدة العامة، ومن هنا التحموا بالوجدان الجمعي. أديني بقول الوجدان الجمعي يعني كلها لا علاقة بالوجدان طبعا، لكن وجدان المجموع، ومن هنا هم اكتسبوا شهرتهم إلى أن أصبحوا إلى ما هم فيه. فطبعا مهم جدا السيطرة على الوجدان الجمعي، هي لها علم ما هي سهلة يعني، وتمسكوا بهذه الشخصيات البسيطة التي تنبثق من 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 هذا، يعني لو شفنا فيلم عادل إمام كراكون في الشارع، لو شفنا الهلفوت، لو شفنا كل هذه من الواد سيد الشغال، كل هذه من شخصيات القاعدة العامة. ولو أنتوا تأملتوا في القصبي ولا في السدحان ولا في عبد العزيز الهزاع ولا في هؤلاء النجوم لقيهم من الشخصيات اللي هي من القاعدة العامة. أسعد الله مساءكم نخبتنا المباركة، الحقيقة ليلة من ليالي النخبة التي تعودناها، ليلة تميز، ليلة إبداع، ليلة عطاء، ليلة من أمتع الليالي التي قدمت في منتدانا منتدى النخبة الثقافية مع أختنا العلم، أخت الإبداع، أخت العلم، أخت التميز، أخت التفرد، الدكتورة ملحة عبد الله عميدة المسرح العربي. أبهرتنا بهذا العلم وأثرت منتدانا وأثرت وجداننا حقيقة بما قدمت. شكرا دكتورة ملحة، مني شخصيا من إدارة المنتدى من أعضاء المنتدى، شكرا الأخوات والإخوان الذين شاركونا هذه الليلة بالمداخلات القوية وبهذه المداخلات وهذه الأسئلة التي طرحت وأجابت عليها أختنا الدكتورة ملحة بصدر الرحب وبعلم عميق، وحقيقة أنا استفدت كثيرا جدا من طرح الدكتورة ملحة. في هذه المناسبة يشرفني ويشرف إدارة المنتدى وأعضاء المنتدى أن نقدم شهادة التميز لسعادة الدكتورة ملحة، نرجو أن تقبلها منا وتكريمها أكبر من ذلك، ولكن هذا ما نستطيع الآن نقدمه لها، ولها منا خالص التحية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا
شكرا من كل القلب، شكرا للأستاذ محمد الشريف وكل الحاضرين والمتداخلين والغائبين الذين آمل أن يسمعونا لاحقا، شكرا لكم كلكم، أسعدتوني شرفتوني كبرتوني وأنا بكم.